وحدتنا البحثية أين نحن في المكان والزمان للأسبوع الخامس. سنبدأ بقراءة النص الثاني بعنوان ابن سينا. تكاملا مع وحدتنا المركزية تمنحنا دراسة الحضارة نظرة ثاقبة حول التاريخ الذي يشكل المجتمعات الحالية. نتعرف إلى العالم ابن سينا وكيف نشأ هذا العالم الجليل وأثره في صناعة في أثره في تطوير الطب، حيث قام بتأليف كتاب بعنوان القانون في الطب، فإلى الآن يدرس في كلياتنا الطبية، وكيف تم تأسيس هذا العلم على يد هذا العالم الجليل. سنقوم بتقييم المهارة الإملائية بعنوان التاء المربوطة والتاء المفتوحة من خلال تلقين فقرة من 3 أو 4 أسطر، ثم كتابة كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو تاء مفتوحة. سنقوم باستكمال عمل المنشور أو المطوية ليتم تصميم هذا المنشور بأسلوب يجذب انتباه المجتمع المحلي والعالمي من خلال مراعاة معايير الكتابة الصحيحة، وهي سلامة اللغة وصحة التراكيب وتوظيف علامات الترقيم وخلو الكتابة من الأخطاء الإملائية، ثم رسم الحروف بشكل صحيح. أما بالنسبة إلى التنظيم وإنتاج النص واستخدام اللغة، فيتم مراعاة كل منها من خلال الرسومات، من خلال الأدلة والشواهد والتفاصيل ذات الصلة الجذابة بالموضوع، من خلال توظيف علامات الإنشائية بالإنشائية من نهي واستفهام وتعجب وتمني ونداء وغيرهما. يجب على المتعلم أن يوظف ما لا يقل عن 4 أماكن أثرية في الأردن بحيث يتحدث عنها بلغة سليمة ومفهومة. يجب أن تخلو كتابته من الأخطاء الإملائية ويستخدم علامات الترقيم في مكانها الصحيح ودون أخطاء. دمتم بخير وعافية أصدقائي الطلاب.